التشجعات. من جديد أحمد عزام محلل الأول لأسواق المال في أكويتي جروب. أحمد كل عام وأنت بخير. السؤال الأهم اليوم هو الدولار وتحركاته ومؤشر الدولار، كيف أو إلى أين يتجه في ظل تنامي رفع معدل أو تنامي الاحتمالات لرفع معدلات الفائدة ب 25 نقطة أساس؟ صباح الخير كريم، كل عام وانت بخير لك ولجميع المشاهدين. نعم، الدولار الامريكي بالفترة الماضية قد سجل انخفاضات الى مستويات 101.50 تقريبا، متاثرا بحدة رفع اسعار الفائدة. ظهرت الاصوات الى رفع اسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس في شهر ماي، وصولا الى الازمة المصرفية او الاجهاد المصرفي، انخفضت تلك الحدة الى 25 نقطة اساس. ثم كان هناك بعض المطالبات بتثبيت اسعار الفائدة في الاجتماع القادم. حاليا مع الأرقام الاقتصادية مؤخرا من أرقام التضخم الذي قد تباطأ تقريبا المؤشر الرئيسي إلى مستويات ما يقارب 5% تحديدا، والتضخم الأساسي لا يزال يسجل ارتفاعات عند مستويات 5.6%، فلذلك حدة رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس على ما أعتقد واردة. بولارد بوستيك أعضاء الفدرال الأمريكي الغير مصوتين كانوا قد أشاروا تقريبا، بولارد كما هو متعارف عليه أنه من الأعضاء الصقور، كان قد أشار بأن رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس قد لا تكون كافية. الاستمرار بحدة رفع أسعار الفائدة مطلوبة حاليا في الاقتصاد. بوستيك الذي يعتبر معتدل نوعا ما. نعم كده. أحمد، يعني لإمتى هيفضل الفدرالي الأمريكي يرفع معدلات الفائدة بهذا الشكل ويكبد العالم حقيقة الكثير من الضغوط والكثير من الانكماش فقط للوصول لهدف ربما يكون بعيد المنال عند 2% مستويات تضخم؟ نعم، على ما اعتقد الاجابه كريم هي بمحضر الفدرالي الامريكي او حتى بمؤتمر الصحفي من جيروم باول، داتا ديبندنت ميتنج باي ميتنج، الاعتماد على الارقام الاقتصاديه بكل اجتماع على حده. على ما اعتقد بان الاسواق ستتخبط بعمليات رفع اسعار الفائده بالتوقعات تحديدا او الاحتماليه، نظرا لان الفدرالي الامريكي اشار بان الارقام الاقتصاديه هي اللاعب الاساسي، اللاعب الرئيسي لتحديد حده رفع اسعار الفائده. فيما لو جاءت ارقام التضخم بوتيره اعلى سوف نسمع آراء لتجديد رفع أسعار الفائدة أو وصول إلى حدة رفع أسعار الفائدة أو التيرمينال ريت سعر الفائدة النهائي بشكل أكبر، لكن مع انخفاض سنسمع بمطالبات أقل تحديدا مع الأرقام الاقتصادية المتواجدة بين أيدينا وعلى طاولة الفدرالي. على ما أعتقد أن 25 نقطة أساس واردة، خاصة كريم مع تشديد الائتمان، تجديد ظروف الائتمان، تأثيرها على النمو الاقتصادي سوف يكون بمثابة تأثير رفع أسعار الفائدة. فعلى ما أعتقد أن الفدرالي الأمريكي سوف لن يخاطر برفع أسعار الفائدة بحدة أكبر في الفترة القادمة. طيب، من الفدرالي للمركزي الأوروبي، ونحن نشاهد أيضا الأرقام المتعلقة بأوروبا على مستوى التضخم لا تزال مرتفعة ومرتفعة بشكل كبير، ويبدو أنه التباطؤ الذي نشاهده في الولايات المتحدة لا ينعكس حتى على البنوك أو لا ينعكس حتى على أوروبا، حتى شاهدنا مثلا في بريطانيا رغم تباطؤ معدلات التضخم إلا أنه أصبح فوق 10%. كيف تنظر إلى الأوضاع في أوروبا وفكرة رفع معدلات الفائدة؟ هل هناك استمرار بشكل أكبر في رفع معدلات الفائدة وإلى أي مستوى ستصل سواء في المركز الأوروبي أو في بنك إنجلترا؟ نعم كريم، بالنظر إلى المركز الأوروبي نعم، فرفع أسعار الفائدة مستمر نظرا لهناك الفجوة السعرية مع بدء عمليات رفع أسعار الفائدة بين المركز الأوروبي والمركزي مثلا الفدرالي الأمريكي أو حتى البنك بريطانيا. فبكل تأكيد الفجوة السعرية أو فجوة رفع أسعار الفائدة والتأخر في عمليات رفع أسعار الفائدة تدفع وتعطي المجال لبنك أوروبا لاستمرار بعمليات رفع أسعار الفائدة. بالنظر لأرقام التضخم 6.4% للتضخم الأوروبي على ما أعتقد لا يزال بعيد كل البعد عن مستهدفات بنك أوروبا، فلذلك رفع أسعار الفائدة ممكن بالنسبة لأوروبا في جولتين، اجتماع شهر مايو واجتماع شهر 6 القادم. بينما بنك بريطانيا على ما أعتقد ليس باليد حيلة إلا استمرار دورة تجديد السياسة النقدية. 10.1% التضخم الرئيسي بالنسبة لبريطانيا رقم مرتفع جدا، دبل ديجيتس لسبع أشهر متتالية بالنسبة للتضخم البريطاني. فعلى ما أعتقد أن رفع أسعار الفائدة بالنسبة لبريطانيا وارد جدا، ليس فقط الخدمات شاركت في التضخم بل أيضا المواد الغذائية.
حتى كريم ارتفاع بنسبة وتيرة مرتفعة جدا، هي الأعلى منذ عام 1977. فعلى ما أعتقد أن البنكين بنك بريطانيا وبنك أوروبا لديهما عمليات رفع أسعار فائدة، ممكن بريطانيا رفع أسعار فائدة واحد ومتابعة النمو، نظرا لأن النمو في دائرة الأعمال وصل إلى 0% تقريبا في القراءة الأخيرة. فعلى ما أعتقد يحتاجون متابعة النمو الاقتصادي خوفا من دخول مرحلة الركود ثم البحث عن الهارد لاندينج في الفترة القادمة. كريم، إذن شكرا جزيلا أحمد عزام، محلل أول أسواق المال في أكويتي جروب، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير.